نجي لموضوعنا الأخير اللي هو الـ DC-DC Converter Drives. الـ DC-DC يختلف عن الـ Single Phase و 3 Phase Drives اللي أخذناهن, لأن الـ Single Phase و 3 Phase Drives يحول من AC Fixed إلى DC Variable, يعني Supply مالتك كان AC والإخراج مالتك DC Variable. DC-DC Converter Drives لا, هنا راح يكون المصدر مالتك DC Fixed, الـ Output مالتك Variable DC. فخلنا نشوف شو المكتوب هنا. DC DC Converters أو Simply Chopper, الكلمة الثانية ممكن نطلق على DC DC Converter, are widely used in traction applications all over the world. تمام. A DC DC Converter is connected between a fixed voltage DC source مثل ما قلنا مصدر DC fixed and DC motor, واللود مالتك غالبا يكون DC motor to vary the armature voltage, عم تغير بالفولتية اللي راح تدخل على الارميتشر. يعني مصدر دي سي فيكست الكونفرتر انه اكيد فاريبل دي سي اوتبوت, الفاريبل دي سي اوتبوت المنت تحطها عم تغير الفولتية مالت الارميتشر مالت من مالت الموتور. فاذا غالبا اللود بحال دي سي كونفرتر هو موتور. ان شاء الله راح نهاية المحاضرة حسجلكم فيديو يوضح بانه شلون استعمل دي سي دي سي كونفرتر بالواقع مع الاردوينو ان شاء الله ومع موتورز. فاكيد اذا غير بالفولتج راح يصير تغير السرعه مالتي واتجاه السرعه مالتي. In addition to armature voltage control, a DC DC converter can provide regenerative braking. اكيد ممكن, لان هي تقدر تتحكم, اكو انواع DC DC converter drives غالبا نوع السمبل بانه 1 كوادرانت درايف, لكن ممكن اكو انواع تشتغل 4 كوادرانتس تشغلها بالاربع اربع اللي تريدها. Regenerative braking of the motors and can retain energy back to the supply. طبعا اكيد بعضهن بالريجنريتيف من يكون الاي جي اكبر من الفي اي, فالتيار الاي اي راح يصير باتجاه المعاكس. فاكيد لازم السبلاي مالتك ريسبتيف بانه يقدر يستلم الفولتية اللي راح ترجع للسبلاي. تمام. This energy save features is practically attractive to transportation system with frequent stops such as mass rapid transit in MRT transit. يعني هذا طبعا الخاصية خلينا نقول او الميزة اللي موجودة بانه لازم مصدر مالتك ريسبتيف راح تستفاد منها بانه راح يرجع الانرجي باك تو ذا سبلاي, راح ترجع للسبلاي, فشيء مفيد. DC DC converter drives are also used in battery electric vehicles BEVs, هم كلش ممتاز, راح ترجع الفولتيه للسبلاي مره ثانيه, هذا الشيء كلش ايجابي بالنسبه للسيارات الكهربائيه. A DC motor can be operated in one of the four quadrants by controlling the armature or field voltage or currents, مثل ما قلنا بانه الدي سي موتور يشتغل بأي ربع من ذن الأربعة, لكن يعتمد على الدي سي دي سي كونفرتر حسب نوع مالتك اللي تستعمله ممكن يشتغل بأي ربع من الأربعة. طبعا ما يشتغل بربعين نفس الوقت, أكيد يشتغل بالربع بحالة واحدة, تريد تحول إلى حالة ثانية يشتغل بربع ثاني, مستحيل يشتغل بربعين نفس الوقت يعني, لأن تعرف كل ربع يعني أول واحد تورك وسبيد موجبات, الربع الثاني السبيد موجب التورك سالب, الربع الثالث السبيد سالب التورك سالب, الربع الرابع التورك موجب السبيد سالب. فأكيد يعني واحد من الأربعة يلا يشتغل, بس ممكن الكونفرتر يشغلك بأكثر من ربع. تمام, بس مو بنفس اللحظة, وإنما يقدر حسب الكونفرتر يقدر يشغلك بأي ربع أنت تريده حسب نوع اللي هو مثلا 4 quadrant H bridge drive ممكن يشغلك بأي ربع تريده. It is often required to reverse the armature or field terminals to operate the motor in the desired quadrant. مثل ما قلنا بالضبط, the quadrant تريد تشتغل, it is often required to reverse the armature or field terminals. عم تحصل على quadrant مو الأول, لأن أغلب نشتغل بالربع الأول, quadrant الأول تريد تشغله بالأربعة البقية, غالبا بأنه شو تسوي أنت, تقلب يا أما الأقطاب مالت الأرميتشر أو الأقطاب مالت الفيلد. To operate the motor in the desired quadrant. If the supply is non-receptive, ممكن مرات المصدر ما يستلم voltage during the regenerative braking. The line voltage would increase and regenerative braking may not be possible. تمام؟ كلش مهم بأنه إذا في حالة بأنه
عندك كوادرنت تشتغل بالريجنريتيف والاي اي يرجع للسبلاي يصير اي اس، فلازم السبلاي مالتك ريسبتيف، في حاله انه غير ريسبتيف فما مقبول هذا الشيء. In this case an alternative form of breaking is necessary، يعني ما تستعمل regenerative breaking وانما تستعمل مثلا rheostatic breaking على مود توقف، يعني اذا تريد توقف الموتور ممكن تشغله باتجاه العكسي على مود الاي اي يرجع للمصدر مالتك تمام انتهت القضيه، لكن اذا ما المصدر مالتك مو ريسبتيف فتقدر تستعمل مثلا rheostatic breaking، مثلا تحط مقاومه مكان المصدر مالتك على مود تيار الاي اي يستهلك بالمقاومه مثل ما شرحناه. فمثل ما قلنا الدي سي دي سي كونفرتر درايفز عدة انواع. ف possible control models of دي سي دي سي كونفرتر درايف ار، اول نوع اللي هو power or acceleration control، النوع الثاني regenerative brake control، النوع الثالث اللي هو rheostatic brake control، النوع الرابع هو compound بين الاثنين rheostatic والregenerative، والاي الاخير فورد فور كوادرانت دي سي دي سي كونفرتر درايف. هذا اكثر واحد يستعمل مع الروبوتكس، ان شاء الله هشرح عليه مع استعمال اردوينو اللي هو الفور كوادرانت دي سي دي سي كونفرتر درايف. الريجن الباور ابسط واحد باور كنترول عباره عن سويتش تكنك مع السيريز مع الارميتشر مالتك، وعن طريق السويتشنج مالتك تقدر تتحكم بالباور داخل الموتور مالتك، يعني سويتش مجرد مربوط على التوالي مع دائرة الارميتشر مالتك، بحيث تتقطع بالسويتش جد ما تشغل بالسويتش السرعة مالتك الديوتي سايكل مالتك راح تقدر تتحكم بالفولتية داخل على الارميتشر مالتك. ريجنريتيف وريستاتيك هسه ان شاء الله راح نشرحهم واحدة واحدة ان شاء الله. دي كومباوند ريجنريتيف ما حاجة، يعني هاي ما راح ناخذه اي بي سي والاي ان شاء الله. نبدا باول نوع اللي هو الباور اور اكسلريشن كنترول. ذا دي سي دي سي كونفرتر از يوزد تو كنترول ذا ارميتشر فولتج اوف ا دي سي موتور، اكيد يعني نتحكم بالفولتج الارميتشر مالت الدي سي موتور، نتحكم بالسبيد. ذا سيركت ارانجمنت اوف ذا كونفرتر في الدي سي سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور از شون ان فيجر 55، راح نشوف الدائره مالتنا. The DC-DC converter switch could be transistor or force commutated thyristor. DC-DC converter. تمام؟ راح يكون عبارة السويتش اللي هو هذا قاعد أشوف مربوط على التوالي مع دائرة الأرميتشر مالتك. أكو عندك الدايود على مود مرور التيار مالتك، إذا انفصل السويتش مالتك على مود يبقى يمر تيار بالدائرة مالتك. فهذا السويتش مالتك راح تربطه على التوالي مع دائرة الارميتشر RALA والEG والفيلد مالتك، لأنه هو separately excited فالفيلد مالتك ما عنده مشكلة بأنه الVS مباشرة للVF مالتك وRF RF. تمام، ممكن تستعمل كونفرتر همين مع هذا هاي بعد براحتك، ممكن تربطه مباشرة مع DC source fixed هم براحتك، لكن أهم شيء إحنا عندنا الارميتشر مالتك راح يكون مربوط مع سويتش اللي هو Q1، وهذا الاي اس جاي من الفي اس وهذا الاي اي اللي مربوط. الاي اي يختلف عن الاي اس ليش؟ يعتمد على الديوتي سايكل، ايش قد تشغل، ايش قد تي اون، ايش قد تي اوف مالت السويتش، مثل ما اخذناه عام مرحله ثالثه بالدي سي كونفرترز. The DC DC converter switch could be a transistor or forced commutated thyristor DC DC converter. The waveforms for the armature voltage load current and input current are shown in figure 56. هسه نشوفهم. The average armature voltage is VA. VA شو راح يساوينا؟ راح يساوينا K في الـ VS، K duty cycle. لأن الـ VA الفولتية اللي راح تسلط على الأرميتشر أكيد راح تساوينا VS في الـ K، مثل أبسط نوع اللي أخذناه من الـ DC DC converters اللي هو الـ back down. back down كان الـ V الـ V الـ output يساوينا الـ K في الـ VS، لأن مقدار الـ K T on و T off راح يعتمد. إذا أنا شغلت دائما مشتغل تمام دائما تي اون تي ساون تي اون فاكيد الفي اس راح يساوينا الفي اي، لكن اذا اكو تي اوف بنسبه معينه فديوتي سايكل اكثر شيء واحد واقل شيء صفر، فتعتمد التي اون بنسبه علاقتها مع التي اوف، تي اون على التي اون زائد تي اوف راح نقدر
نشوف الإخراج مالتنا نسبة للإدخال مالتنا.